السلام عليكم متابعي قناة ستون تي في. اليوم غنهضروا على واحد الشخصية اللي أثارت الكثير من الجدل في الأيام الأخيرة، عبد الرزاق حمد الله، لاعب كرة قدم مغربي تزاد في 17 دجنبر 1990 في أسفي، ومن صغره هو كيعشق كرة القدم وكانت عنده طموحات كبيرة بحال كاع الأطفال والشباب. بدا حمد الله ممارسة رياضة كرة القدم في نادي نجم شباب أسفي، من بعد تألقه انتقل للنادي الأول في المدينة واللي هو أولمبيك أسفي. بدا مع الأولمبيك أول موسم في 2010-2011، وفي الموسم اللي موراه اللي هو 2011-2012 هنا غيبان حمد الله ويتعرف مزيان، من بعد ما سجل 15 الهدف في الموسم وجا في الرتبة الثانية في ترتيب الهدافين. في الموسم اللي موراه سجل حمد الله 15 الهدف غير في الشطر الأول من الموسم، وكان في طريقه أنه يحطم الرقم القياسي ديال الأهداف في موسم واحد في الدوري المغربي واللي هو من نصيب محمد البوساتي ب 25 هدف. لكن حمد الله ما كملش الموسم وانتقل للدوري النرويجي وبالضبط النادي أوليسوند. لقى حمد الله صعوبة في البداية سواء من ناحية الجو البارد أو من ناحية المنتقدين، لكن في الأخير بفضل الصبر والاجتهاد قدر يحقق نتائج جيدة ويكون واحد من بين أكثر الهدافين في الدوري النرويجي. ومن بعد عام في النرويج انتقل حمد الله للدوري الصيني في 2014 وبالضبط نادي غوانجو. ما طولش كذلك في الصين ودوز فيها عام، وفي 2015 انتقل للدوري القطري ولعب في صفوف نادي الجيش، دوز معهم عامين ومن بعدها مشى لنادي الريان ولعب معهم موسم واحد. في صيف 2018 تألق حمد الله خلى المسؤولين في نادي النصر السعودي طلبوا بخدمات اللاعب باش ينضم ليهم، وطبعا تمت الموافقة ووقع عقد مع النصر السعودي مع راتب سنوي كيتقدر بالملايير. على مستوى المنتخب فمن بكري كان حمد الله كيتم استبعاده من المنتخب بطرق غريبة، فمثلا في إقصائيات أولمبياد لندن 2012 كان حمد الله حاسم بأهدافه في الإقصائيات واللي ساعدت المنتخب الأولمبي على التأهل لأولمبياد لندن، لكن بشكل غريب ما تمتش المنادات عليه في اللائحة النهائية اللي مشات للأولمبياد. مؤخرا ومن بعد تألق حمد الله في الدوري السعودي طلبت الجماهير بضرورة وجود حمد الله في المنتخب الأول في كأس إفريقيا 2019، وفعلا تمت المنادات عليه، لكن للأسف من بعد المباراة الودية أمام غامبيا وقع مشكل بينه وبين فيصل فجر وقرر حمد الله يغادر المعسكر ويخرج من المنتخب. تصرف شافوه الكثير من المتابعين أنه غير احترافي وأن المنتخب فوق كل اعتبار، في حين كيشوفوا بزاف المتابعين أن المنتخب فيه بعض العناصر اللي كيديروا النقابة وكيحاولوا يشوشوا على اللاعبين الجدد. لكن في نهاية المطاف يجب أن يتم وضع مصلحة المنتخب فوق كل اعتبار، لأن هاد الأمور وهاد الصراعات غتخلق مشاكل في المنتخب اللي معولين عليه كاع المغاربة أنه يفرحون في كأس إفريقيا اللي غتبدأ في مصر في الأسبوع المقبل.